بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن أمر الاستبدال replace. replace يستخدم لاستبدال نص أو عبارة أو كلمة من داخل سلسلة نصية. نرى مثال مبسط على استخدام أمر replace، متغير نصي أولا قبل أن نستخدمه في استبدال نص أو عبارة من داخل ملف. استخدم متغير نصي مثلا text يساوي وأسند إليه القيمة مثلا القيمة النصية hello world. أصبح الآن الأمر text بداخله سلسلة نصية عبارة عن كلمتين hello world. في الأمر الثاني أكتب وليكن الأمر print وأستخدم المتغير النصي text dot وأستخدم منه function replace. أكتب هنا في المعامل الأول الكلمة التي سيقوم باستبدالها، فأستخدم مثلا كلمة world. يبقى أكتب هنا كلمة world أي text to search أي النص الذي سيبحث عنه ويقوم باستبداله. نضغط كوما ونضغط quotation mark ونكتب هنا النص الذي تستبدل به كلمة world. مثلا أنا هقول له استبدل كلمة world بكلمة universe. كليك على run ونرى النتيجة. استبدل world بكلمة universe. لنفرض أننا كررت كلمة world عدة مرات، يعني مثلا أنا كتبت هنا world. نضغط كليك نرى النتيجة run. هنا كتب لي hello universe. استبدل هنا جميع كلمات world المكتوبة عندي في النص الأصلي بكلمات universe عدد من المرات أيا كان هذا العدد. لنفرض أننا أريد أن يستبدل الكلمة الأولى فقط وأن يترك الكلمات الأخرى كما هي. بنستخدم هنا معامل ثالث وبنكتب هنا الكاونت عدد مرات الاستبدال. نقول مثلا 1 أي استبدل كلمة واحدة فقط. كليك run نرى نتيجة. كتب لي hello universe وترك باقي الكلمات كما هي world. لنفرض أننا أريد أن أستبدل مرتين فبنكتب هنا الكاونت مرتين. نضغط كليك على run نرى النتيجة. كتب هنا hello universe وترك world كما هي. لنفرض أننا أريد 3 مرات نغير هذا المعامل ونكتب 3. كليك على run كتب لي hello universe 3 مرات. لنفرض انه يريد هنا 4 مرات نغيره او 5 مرات اي عدد تريده بيقوم بتغيير. ماذا لو عندي ملف يحتوي ملف نصي داخل المجلد اريد ان افتحه وان استبدل نص داخله؟ بنمسح ده بنفتح هنا في البروجيكت عندي ملف نص. نضغط كليك يمين هنا واضغط هنا نيو وبعدين نيو فايل واكتب هنا مثلا اسم الملف تيست دوت تكست، يعني ده ملف تيست. يفتح لي هنا الملف تيست اكتب بداخله مثلا هالو وورلد. كتبت بداخله كلمتين فقط هالو وورلد. اقفل النص. هنا طبعا حفظ النص ليا داخل الملف بايثون بروجكت وهو الملف الحالي. بنفتح الملف هنا من داخل البايثون شر فبكتب مثلا فايل ملف يساوي ونستخدم الكلمة المحجوزة open يفتح لي الملف. في المعامل الأول بكتب هنا اسم الملف بين كوتيشن مارك فأقول له مثلا اكتب لي test.txt. في المعامل الثاني أخذ كوما وبين كوتيشن مارك أستخدم هنا معامل القراءة read، يعني اقرأ الملف. افتح هذا الملف على سبيل القراءة. كده فتح الملف ليا بالأمر الأول. بعد ما يفتح الملف في الذاكرة بحاول إن أنا ألتقط بيانات هذا الملف داخل متغير نص مثلا نكتبه file data يعني بيانات الملف تساوي. وهنا بنكتب الأمر الأول المتغير الأول file.read يعني اقرأ بيانات الملف اللي أنا فتحته في الذاكرة بالأمر المكتوب في السطر رقم 1. بعد ما قريت الملفات واخدتها في المتغير file data اقفل الملف من الذاكره
فبكتب هنا file dot close يعني اغلق الملف من الذاكرة. في الأمر اللي بعده بفتح هنا متغرب مثلا اسمه new data يعني بيانات جديدة، يساوي وأكتب اسم المتغير اللي مازال مفتوح في الذاكرة اسمه file data dot وأستخدم منه الأمر replace استبدل، واستبدل هنا نفس الموضوع بفتح هنا quotation mark وأكتب مثلا استبدل مثلا كلمة world اللي هي سبق أن أنا كتبتها داخل الملف النصي، وأخد كومة وأكتب هنا المعامل الثاني وأقول له استبدل كلمة world بكلمة universe. في الأمر اللي بعده بكتب file يساوي وأستخدم الكلمة المحجوزة open وأكتب تاني اسم الملف، اسم الملف هنا test.txt وأخد كومة وأكتب هنا المعامل اللي هيفتح به الملف، هل هيفتح على سبيل القراءة أم على سبيل الكتابة؟ لا المرة دي هيكون على سبيل الكتابة لأن هكتب بداخله النص اللي أنا سبق عدلته في العبارة رقم 5 أو في السطر رقم 5. فبكتب هنا file بيساوي open test.txt هنا المعامل هيكون write يعني كتابة. في السطر اللي بعده بكتب file.write يعني اكتب بداخل الملف، اكتب بداخل ملف new data المتغير new data اللي أنا سبق استبدلت فيه النص. في الأمر اللي بعده بقفل الملف من الذاكرة file.close يعني اغلق هذا الملف، نضغط run ونرى النتيجة. قال لي كده process finished. افتح ملف التكست هنا اجده ان غير لي كلمة hello world بكلمة hello universe. نعدل هنا world اكتبها عدة مرات world Word. اقفل الملف هنا اضغط تاني كليك ران، نفتح الملف النصي اجده ان استبدل هالو يونيفيرس يونيفيرس يونيفيرس، استبدل جميع كلمات وورلد الموجودة داخل الملف النصي بكلمات يونيفيرس. لنفرض ان انا هنا وضعت وورلد 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 عدة مرات، نقفل النص اضع المعامل الثالث هنا كومة ونكتب الكاونت عدد مرات الاستبدال، هنا حددت عدد مرات الاستبدال برقم 1. كليك ران، نفتح الملف النصي استبدل هنا يونيفيرس مرة واحدة. طيب نرجعها تاني وورلد ونقفل الملف النصي ونغير العدد 1 بالعدد 2. كليك ران، هنا اللي بروسيس فينيشد، نفتح test.txt قام بتغيير كلمة world مرتين، لنفرض ان انا هنا هخليها world وهنا world، نقفل الملف النصي ونغير العدد 2 الى 3. كليك run، نفتح الملف النصي نجد هنا غير hello universe 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 3 مرات وطرق باقي النص كما هو. نفهم من كده ان انا لو كتبت هنا الكاونت اي رقم بيستبدل بنفس الرقم، بيعمل عمليات استبدال بنفس الرقم، اما لو مسحت هذا المعامل فبيقوم بعملية الاستبدال لجميع النصوص المتطابقة التي تتطابق مع التكست تو سيرش هنا. وطبعا هنا بنراعي اللي تركيز حالة الاحرف اسكت كابيتال ام سمول. افرض ان انا عندي مثلا كلمة أريد البحث عنها وهي مكتوبة داخل النص كابيتال أو سمول، سبق أننا تحدثت عن ذلك في الحلقة السابقة، بنستخدم هنا حالة الأحرف فإننا أغير النص الذي سيبحث عنه بنظام السترينج دوت تشينج كيس اللي هي خاصة بالأبر لور أو السواب كيز أو السترينج لور. ويفضل ان انا وانا ببحث هنا ان انا اعمل عدة حالات من حالات الاحرف لان ممكن يكون كاتبها كابيتال او سمول، فبستخدم هنا يا اما المطابقة او انه يتجاهل المطابقة في حالة الاحرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.